مثل هذه الظواهر الطبيعية، نحكيه على البراكين وما إلى ذلك اللي تدخل دائما في التغيرات المناخية، تنجم تساهم في ارتفاع لافت لدرجة الحرارة هذه الصائفة وفي السنوات الجاية؟ هذه إشاعة أخرى انتشرت اللي هذه الغازات ممكن معناتها تزيد في حرارة المياه المتوسط إلى آخره. هذا معناتها خبر غلط كومبليتمون، ما عندوش حتى علاقة معناتها بالواقع. وفما شكون أكثر منك، فما شكون ربط حتى يعني هذه الغازات بحالات الغرق اللي وقعت معناتها خاصة في الويكند اللي فات، في الأسبوع اللي فات. وهذه زاد إشاعة أخرى، حالات الغرق ديكية مرتبطة بسرعة الرياح وبالأمواج، وتذكروا أيامات معناتها جاتنا رياح قوية إلى آخره، علاش الناس ما تغرق ان شاء الله ربي يرحمهم. ما عندوش حتى علاقه بهذه الغازات، بالعكس استاذ شهاب، يعني الغازات هذه بالعكس معناتها الغبار البركاني والغازات تنجم على المدى الطويل، وقت اللي يكون فم كميات ضخمه كبيره برشا، خاطر فم براكين اخرى نشيطه في العالم في اندونيسيا وفي حتى في دول اخرى، بالعكس هذه الغازات والدخان هذه راهو بالعكس ينقص في الحراره نتاع كوكب الارض. ومعناتها لاحظنا في برشا مرات، وهذه فما حتى دراسات يعني معروفه، مثلا كان ناخذوا بركان تومبورا، هذا بركان صار في 1815 في اندونيسيا، البركان هذا بعد اسابيع وبعد اشهر ساهم في انخفاض الحراره نتاع كوكب الارض الكل، خاصه النصف الشمالي. وهذه معروفه برشا، معناتها في صائفه 1816 هو صار 1815، يعني بعتالي في 1816 كانت سنه معروفه تتسمى حتى السنه البارده. زاد حاجه اخرى بربي استاذ، معناتها زاد يعني ماذا بينا معناتها نوضحوها، فما زاد معناتها اشاعات حول يعني حول موجات تسونامي محتمله من صحيح. من هذا البركان صحيح. يعني البراكين ما تتسببش في موجات التسونامي. التسونامي عندها زوز زلازل، يا اما اي اللي هما يا اما يعني عاصفه مداريه، معناتها عاصفه كبيره رياح قويه وتعطينا امواج عاليه، وهذا يوقع ساعات في بحر الكاريب، في المحيط الهندي، في المحيط الهادي الى اخره. والا فما سبب ثاني اللي هو اهم واللي هو معناتها اللي يعني موجود اكثر، اللي هي الزلازل. وزاد مش اي زلزال، فما زوج شروط، لازم يكون فما زلزال كبير يعني قوي على الاقل 7 درجات او اكثر، ويكون في البحر مش في اليابسة. معناتها إذا كان يكون في اليابسة ما يعطيناش تسونامي. اللي وقع في الأيام الأخيرة معناتها بالتزامن مع بركان إتنا هي رجات خفيفة في إيطاليا نتاع درجة ونصف، درجتين، 3 درجات فقط، وهذايا معناتها وهذه ساعة درجات خفيفة برشا، ساعات ما نحسوش بها. وفي تونس ديجا نسجلوا رجات مماثلة بالعشرات ساعات في تونس، وفما حتى بعض الرجات يعني ما نحسوش بها. دونك اللي وقع في إيطاليا سواء كان بركان إتنا وإلا حتى الرجات الخفيفة في يعني في إيطاليا، سواء كان في شمالها ولا في جنوبها، هذا من الجمش يعطي بالكل موجات متاع تسونامي. دونك البركان هذا النشاط عادي يثور ديما، مش أول مرة، ما عندوش علاقة لا بتسونامي ولا بحالة البحر ولا بارتفاع درجة الحرارة، بكلها إشعاع.